لحسن بوشمامة. إذا وري الثرى الطفل ريان، انتهى فصل أليم عاشه المغرب، عاشه العالم العربي، وعاشته وسائل إعلام عالمية. ما الذي يمكن أن تقوله في هذه اللحظات؟ ما أقوله هو على أنا على مؤسسات التنشئة الاجتماعية، على الأسر، على المدرسة، على وسائل الإعلام، على الجميع أن يتحمل مسؤوليته. اليوم علينا أن نهتم بطفولتنا، علينا أن نهتم بشبابنا، علينا أن نستجمع ما خلفته حادثة ريان، أن نستجمع هذه القيم وأن نشد عليها، وأن نعرف بأن بإمكاننا نحن البشر أن نعيش على هذا الكوكب في إخاء وفي سلام. فالأديان واللغات والثقافات والعادات كلها أمور يمكن أن يحتفظ كل منا بها، وأن نتفاعل فيما ينفع الإنسان، هو أن نجعل من الطفولة مستقبل البشرية، وأن نسير، وخاصة نحن العرب، علينا أن نبادر إلى جعل العمل الاجتماعي والعمل الجماعي قيمة من القيم التي ستجعل قلوب العرب نابضة بالحب، وأن نقدم الدروس للشعوب الأخرى. نحن أهل عقيدة، نحن أهل مبادئ، نحن أهل إخاء، نحن نحمل معنا إرث أجدادنا، وعلينا أن نعود إلى واجهة الحضارة العالمية. نحن العرب بإمكاننا اليوم أن نسمو فوق خلافاتنا، وأن نجسد هذه المحبة، وأن نثبت هذه الجسور، ونسلحها بالثقة فيما بيننا مهما اختلفنا في أفكارنا ومهما اختلفنا. فالجامع بيننا يجب أن يستمر، ورحمة الله على ريان وعلى كل أطفال العرب وعلى كل أطفال الإنسان في كل مكان، والحمد لله على هذه المحبة. نعم. التي لا تزال مستمرة في قلوب البشر، ونتمنى للرحمة للجميع، وشكرا لكل من ساهم بإحساسه بحضوره وبتضامنه. شكرا للبشر، والحمد لله تبقى لدينا فسحة أمل، ويبقى لدينا أمل بأن أطفالنا الذين يترعرعون بيننا أمامهم مستقبل إن شاء الله، مستقبل السلام. نعم. ومستقبل تعايش بين الشعوب، وأن نعم سيد بوشمامة، اسمح لي فقط. نعم. أشرك السيد محمد بودن. يا سيد بوشمامة، سيد بودن، الاهتمام بالطفولة يعني من بين الأمور التي شدد عليها سيد لحسن بوشمامة في مداخلته. هل برأيك ستشهد هذه المناطق الريفية يعني برامج تنموية جديدة متعلقة بالطفل وبالأسرة؟ فعلا سيدتي، برامج تنموية متعلقة بالطفل وبالأسرة هي من اهتمام جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الأب الحنون والقائد الملهم، ولعل الاتصال الذي أجراه بأبوي الطفل ريان رحمه الله كان بلسما علينا جميعا. ويمكن القول بأن اليوم دور الجماعات الترابية التي تدبر شؤون هذه المناطق القروية، وكذلك المجالس المنتخبة، من دورها أن يعني تتفقد هذه المناطق البعيدة عن الأنظار. اليوم أعتقد بأنه التوجه ينبغي أن يكون ليس للمدينة، وإنما ينبغي أن يكون من أجل البحث في سبل تعزيز عيش الساكنة من شباب وأطفال وشيوخ مسنين وأطفال في العالم القروي، وفي مثل هذه المناطق القروية والجبلية. لقد طورت قضية ريان يعني سيدتي الكريمة يعني رؤية أخرى حول من نحن كمغاربة. نحن شعب متضامن كما ترين في الصورة، شعب مترابط، شعب طيب كريم بناء،
ويعني صياد من حيث المشاعر الإنسانية، وكذلك يعني هذا تقاسمته معنا شعوب المنطقة، الشعوب الشقيقة والصديقة. اليوم فعلا المصلحة الفضلى للأطفال أولوية في بالنسبة للمؤسسات المنتخبة وبالنسبة للمؤسسات على المستوى المركزي، فمصلحة الأطفال أولوية فضلة، والعالم القروي إذا كانت قضية ريان قد سلطت الأنظار على العالم القروي وعلى يعني الناس البسطاء في العالم القروي، فأعتقد بأنه بعد هذا ينبغي أن تذهب كذلك يعني مجموع القرارات الأخرى نحو هذا الفضاء الذي يختزن الفضاء القروي. سيدتي الكريمة، هذا الفضاء هو الذي يختزن القيم المغربية الأصيلة. المغاربة خرجوا في البداية بطبيعة الحال أغلبهم خرج من القرية، وبالتالي فهذه القرية تختزن قيم المغربية، قيم أصيلة، معدن أصيل للمغاربة. اليوم أتصور بأن هذه الصفحة الحزينة أكيد ستطوى، وسيتم بحث كل تداعياتها على المستوى النفسي التربوي، على المستوى السياسات العمومية، من أجل النهوض بأوضاع الطفولة، أوضاع الأمهات، أوضاع الأباء، وكذلك تقريب الخدمات يعني هذه المناطق من طرق وصحة وتعليم وغيرها من الخدمات، حتى تكون في مستوى الطموحات والتطلعات. وأود سيدتي أن أقول شكرا لكم سيدتي العزيزة، شكرا لكم في سكاي نيوز عربية على ما بذلتموه من جهود قيمة ومشكورة، وما قمتم به من تغطية يعني كانت متميزة ومتفردة، فشكرا لكم مجددا. هذا عملنا، شكرا ليك، أرجو أن تبقى معنا سيد بودن. سيد الحسن بوشمامة، أنت من الذين أثاروا هذه النقطة التي كنت أناقشها مع السيد بودن المتعلقة بالاهتمام بالطفولة، بما أنك أحد الذين تحدثوا أيضا عن هذه النقطة، ما نوع البرامج التي يمكن اقتراحها في هذا الإطار؟ قبل قليل ضيف نتحدث عن جائزة باسم الطفل ريان لإبقاء ذكرى حية لدى المغاربة. الأكيد هو أن ريان قد أصبح أيقونة، ريان أصبح رمزا للطفولة في المغرب العميق، في المغرب البوادي. ريان لولا حاجة والديه إلى الماء لما كان ذلك الثقب. ريان عاد إلينا بأن هناك الاهتمام بالطفولة هو أن يكون المجال للطفولة، فهؤلاء الأطفال كما قلت هم المستقبل، لذلك يجب أن يكون كل منزل يتوفر على ماء شروب، أن يتوفر على طاقة، أن يكون قرب الطريق، أن يستفيد من المدرسة، أن يستفيد من المستوصف، أن يستفيد من كل الخدمات الاجتماعية. إذا كان أطفالنا في البوادي لهم هذه الخدمات ووسط تربوي يلقنهم المعرفة ويجعلهم ينغرسون في العصر بما يتطلبه من معرفة، بما يتطلبه من خبرات، بما يتطلبه من قيم ومن أساليب للتواصل والتفاعل، هكذا نربي هذه الناشئة على المدنية وعلى الحداثة. فبطبيعة الحال لنا قيم عريقة ولنا حضارة ولنا تميز وتفرد يظهر في العمران، يظهر في اللباس، يظهر في الطبخ، هذه كلها يجب أن تستثمر، ولكن في إطار عالم يسير نحو الحداثة، عالم يسير إلى الأمام. هذه الطفولة كما قلت يجب أن نوفر لها ما تحتاجه من خدمات، ويجب أن نسكل مواهبها في الرياضة، في الثقافة، في المواهب. كما قلتم جائزة باسم ريان للطفولة هذه التفاتة، لكن هذه يجب أن تتأسس على أساس برامج. هذه البرامج هي التي يجب أن تكون تستهدف الأطفال في سقل موادهم الرياضية والثقافية كما قلت، وفي اختيار يعني الأطفال المتميزين على مستوى الدراسة في الأوساط الفقيرة
وهؤلاء يجب أن يحظوا بدعم ليستمروا في مسارهم الدراسي على المستويات. ما أريد أن أقوله هو أن قضية ريان بطبيعة الحال ستحرك النقاش العمومي داخل المغرب، وبطبيعة الحال ستدفع نحو يعني كما قلت تجنب السقوط أولا في مثل هكذا وقائع مؤلمة، ولكن من ناحية أخرى يجب استثمار هذا كما قلت هذه الطاقة، هذه الطاقة الإيجابية التي تفجرت في قلوب المغاربة يجب أن تستثمر وأن تكون يعني هي طاقة دافعة للمجتمع ليتصالح مع ذاته أولا. نعم. فكما قلت فهذا البكاء الذي كنا نراه في الشوارع وفي المقاهي وهم يتابعون وفي البيوت وهم يتابعون وضعية ريان رحمه الله وهو داخل تلك الحفرة، يعني رأينا الناس يبكون، رأينا يعني الناس ينتحبون، وبالتالي هذا الإحساس سيغسل القلوب. نتمنى أن لا يتم الاعتداء على الطفولة، أن لا يتم اغتصاب الطفولة، فاغتصاب الطفولة لا يكون عن طريق الجنس فقط، ولكن يكون اغتصاب الطفولة حينما نلحقهم بالعمل وهم في سن يحتاجون إلى اللعب ويحتاجون إلى المدرسة. يعني يجب أن تكون حقوق الطفل مقدسة بالنسبة لي، فالطفل هو المستقبل. إذا كنا نخدش ويعني ونعتدي على 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 حقوق الطفل ونغتصب الطفل بهذا المعنى، فعن أي مستقبل نتحدث؟ نعم. إذا كنا نحن الآن في سن معينة فإننا نسير نحو الشيخوخة. نعم. إذا كان أطفالنا اليوم ينحرفون، إذا كان أطفالنا اليوم لا يتلقون تعليما جيدا ولا يتلقون تربية جيدة ولا يتلقون غذاء يا سيد بوشمام، هؤلاء الأطفال ندفع بهم بطبيعة الحال إلى مستقبل مظلم. نعم. وسنكون نحن في سن الشيخوخة من سيتأدى بهذا الواقع.